وانا من عادتي مثلا زعما عمرني درت شي تجربه خارج داكشي اللي تندير انا ولا تنكتب انا ولا تنفكر فيه انا، حيت بيني وبينك زعما صعيب باش تقنعني شي فكره، وصعيب باش نلعب التكست ديال شي واحد اخر كاتبه، فهمتيني؟ اون بليس دو سا ما تعرضتش عليا شي حاجه، انا تنفضل انني نخدم على الاعمال اللي تنكتبهم مع الجروب ديال ايموغاجي، مع داكشي اللي حنا تنامنوا به. ملي تعرضت عليا شي فكره مستقبلا انا ندير سيتكم ولا شي حاجه، بالعكس غادي نرحب بالفكره، خاص غير داكشي يكون زعما الدور ديالي مكتوب مزيان ومخدوم مزيان، ومرحبا ما كاينش مشكل. شوف حنا نهار اختارينا اننا نديروا الضحك، اختارينا اننا نسمعوا الهضره والناس ينتقدونا، وكاين ماشي غير اللي تينتقد، كاين اللي تيسب كاع، ولكن واحد الوقيته ما تتبقاش تسوق لهاد الهضره هادي، سيرتو الناس اللي كيسبوا مازال اللي تعطيك رايه ما عجبتينيش ها علاش ولا عجبتيني ها علاش، بالعكس هادشي حنا محتاجينه، ولكن ملي تنخليو ما هو فني وتندوزو ما هو شخصي ونبداو نسبو في بعضياتنا وداكشي، هادشي مابقاش ياثر فينا، بالعكس تيجي داير يقوينا، ولكن الانتقاد تيجي في بلاصتو تناخذو بعين الاعتبار وتنخدمو عليه. والدليل على هذا هو انه الجمهور مثلا فاش ما تقبلش في العرض الاخير ديال ايموغاجي الصعود ديال ساره وابو جاد اللاسين، في العروض ديال كازا ما كانوش معنا، يعني حيت حنا عايشين بالجمهور ومن اجل الجمهور، اي حاجه غتقلقهم ما غاديش نديروها، فهمتيني؟ غير هو خصو يكون انتقاد في محله عادي جدا. جاو باش يديروا واحد الباساج، كنا كنتمناو ان الجمهور يخليهم يهضروا ويقولوا داك الشيء ويدوزوا الفقره ديالهم، ولكن هما جاو معنا باش بحال قلتي يستغلوا المصداقيه اللي عند الجمهور مع اللي عند فرقه ايموغاجي مع الجمهور، يعني قالوا غادي نلقى واحد الجمهور اللي غادي يخلينا نهضروا نعبروا على راينا ونقدروا نشرحوا لهم داك الشيء اللي تنديروا وعلاش تنديروا داك الشيء وكذا وكذا. مي دوماج الجمهور ما خلاهمش، من بعد بقاو تيصفروا باش يخرجوا، منين خرجوا بقى فيهم الحال، حتى حنا بقى فينا الحال حيت بغيناهم يهضروا. مي بون زعما انا كيف ما قلت لك الهدف الاول والاخير ديالنا راه هو ارضاء الجمهور، وانا شرحت لهم بانه ما يمكنش يكونوا معنا في كازا باش ما يطراش نفس الموقف، صافي وتقبلوها بكل روح رياضيه. الله يخطيك، بارك الله فيك.